المخ بيحتوي على مجموعة تجاويف بيطلق عليهم اسم Ventricles of the Brain. التجاويف دي بيكونوا مع بعض جهاز اسمه Ventricular System. وظيفة Ventricular System هو انه بيحتوي على شبكة من الأوعية الدموية والأعصاب اسمها Choroid Plexus. هي دي الشبكة اللي بيتم من خلالها انتاج السائل الشوكي اللي اسمه Cerebrospinal Fluid. الفنتريكلز اوف ذا برين عددهم 4 فنتريكلز، 2 علويين اسمهم لاترال فنتريكلز، اسفلهم الثيرد فنتريكل، واخر واحد تحت خالص اسمه فورث فنتريكل. اللاترال فنتريكلز كل واحد منهم موجود في السيريبرال هيمسفير، بيفصل ما بينهم حاجز اسمه سيتم بوليسيدم. واللاترال فنتريكل بيتكون من جزء مركزي اسمه بادي، بيمتد منه 3 امتدادات: انتيريور هورن واوكسيبتال هورن وتيمبرال هورن. منطقة اتصال البادي والاوكسيبتال هورن والتيمبرال هورن بيطلق عليها اسم ترايجون او اتريا. اللاترال فنتريكلز بتتصل بالثيرد فنتريكل عن طريق زوج من القنوات اسمهم فوريمن اوف مونرو. الثيرد فنتريكل بيتصل بالفورث فنتريكل عن طريق قناه اسمها سيريبرال اكويدكت او اكويدكت اوف سيلفياس، بتمر من خلال الجزء الخلفي للميد برين. والفورث فنتريكل بيتصل بالسباينال كورد عن طريق السنترال كانال. الفورس فنتريكل بيحتوي على 3 ثقوب بيتصلوا بمنطقة السبع ركنويت سبيس، وهما ثقبين على الجانب بيطلق عليهم اسم فوريمن اوف لوشكا. على كل جانب بيبقى موجود ثقب اسمه فوريمن اوف لوشكا، وعلى الجانب الخلفي بيكون في فورامين اسمها فوريمن اوف ماجندي.